محكمة جناح مستأنف المقطم المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بيزنهم، احتشد المحامون من شتى محافظات الجمهورية ليثبتوا أنهم أصحاب قضية عادلة بجلسة استئناف حكم التعليم المفتوح، مؤيدين النقيبة ومجددين ثقتهم في كل قرار اتخذه مجلس النقابة من أجل مصلحة المحامين ووحدة الصف، معلنين رفضهم لقيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابة. كرامة النقيب سامح عاشور هي من كرامة محامين مصر أجمع، والتجربة العملية أثبتت أن للمحاماة سيف يحميها ودرع، وهو النقيب سامح عاشور. جبنا من أقصى الصعيد ومن جميع بلاد جمهورية مصر العربية، جميع المحامين يقفون اليوم بالمحكمة نصرة لنقيب المحامين وتأييدا ودفاعا عن نقابة المحامين. جايين ويعني تأييدا للأستاذ سامح عاشور عن يعني والتصدي عن الحكم الذي صدر له في هذه القضية، وبالطبع طبعا أنه هو الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين قد اتخذ إجراء تاريخيا وسجل له ولنقابة المحامين على مدى التاريخ بتنقية نقابة المحامين من الزيادة. دي حاجة مهمة للمحامين كلها، ومعلش دلوقتي لما نفتح المجال بتوع التعليم المفتوح ده يعتبر ده معلش ما لهمش خبرة، ما لهمش أي علاقة بين المحامين، ما ينفعش. ما نراه الآن من ثمار لتنقية الجداول لم يكن مسبوقا من قبل. القضية ليست قضية النقيب سامح عاشور، وإنما قضية كل محامين مصر المشتغلين، وقضية بقاء لنقابة المحامين ككل. يعتبر الحكم على سامح عاشور أزمة دستورية بالنسبة بين نقابة المحامين والهيئة القضائية. سامح عاشور شخصية عامة يرأس مؤسسة وليس موظف عام حتى يتم عليه الحكم. موضوع بالنسبة لنا موضوع مهم جدا كمحاميات وكمحاميين. وجود التعليم المفتوح ما فيش أي نقابة بتقبله أصلا قادر عليها. خريجين التعليم المفتوح أغلبهم مش خريجين ثانوية عامة، وهو ده الأستاذ سامح اعترض عليه. والنهاردة بناء على الندوات اللي عقدت قبل كده والمؤتمرات في مدى قبول التعليم المفتوح أو رفضه كمجلس نقابة عامة وقرارات نقابة عامة، احنا منضمين معاه، منضمين للنقيب العام. والقضية ليست قضية شخصية تمس النقيب أو شخص النقيب أو حد من أعضاء النقابات العامة أو الفرعية، لا، دي قضية مهنة احنا حريصين عليها. في يوم الكرامة احتشد المحامين من جميع أنحاء الجمهورية ليثبتوا أنهم أصحاب قضية عادلة بجلسة استئناف التعليم المفتوح، مجددين ثقتهم بكل قرار اتخذه مجلس النقابة في مصلحة المحامين.